يرافقانه كظله أينما حل وارتحل. لا يغيب الدون عن نظرهما داخل الملعب وخارجه. يحظى رونالدو برفقتهما ولا يذهب إلى أي مكان دونهما. توأمان فارعا القامة والبنيان، ملامحهما متأهبة طوال الوقت، ويسمح لهما بحمل السلاح ويرافقان رونالدو أينما ذهب لتأمين حمايته. توأمان وسيمان، يدفع لهما رونالدو سنويا مليوني يورو. سيرخيو وجورجي راماليو، شقيقان توأمان، اشتهرا مؤخرا بين معجبي النجم البرتغالي لكونهما يخطفان الأنظار من رونالدو بسبب وسامتهما. شهد التوأم مرارا برفقة الدون تارة، وبرفقة صديقته وأبنائه تارة أخرى. سيرخيو وجورجي جنديان برتغاليان سبق لهما الخدمة في الوحدات الخاصة للجيش البرتغالي في أفغانستان، وبعيد انتهاء خدمتهما هناك انضم التوأمان إلى وحدة الحراسة الخاصة التابعة للشرطة البرتغالية والمكلفة بحراسة السياسيين والقضاة. سنحت للتوأمين فرصة العمر بعدما تم اختيارهما بعناية لحراسة الدون في إنجلترا بمقابل مادي بلغ مليوني يورو سنويا، فحصلا على إجازة غير مدفوعة من الشرطة، وانضما ليكونا ضمن مجموعة من ثلاثة توائم استأجرهما رونالدو لحراسته. تفاصيل حياة الدون والمشاهير لا تغفل عنها أعين الصحافة، والأمر لا يزيد إلا استفحالا عند الحديث عن الحراس المرافقين والمبالغ التي يتقاضونها مقابل ذلك. قضية التوأم فتحت باب الحديث عن حياة النجوم والمشاهير التي تعد حافلة بالقصص المثيرة في تفاصيلها الإنسانية، خاصة عندما تتحرك العدسات نحوهم لتتركهم مكشوفين على قارعة الطريق، تلوك أخبارهم الألسن وتتصفحهم العيون، وهذا عين ما يطلقون عليه ضريبة الشهرة.